صباح الخير شباب. صباح الخير دكتور. أنا جدا مستاء من الحضور. 9 من 7 من 35، مش طبيعي الوضع. كنا مبسوطين في الثلث، هلا صار العدد قل. يبدو انه كل ما الفصل تقدم كل ما ساءت الاوضاع. على كل حال نبدا المحاضره بمن حضر. وصلنا لعند الملاحظه السابعه او السادسه المره السابقه، مش هيك يا شباب؟ تبعين الماده السادس دكتور، السادس خدناها، السادس. السادس، من حكيت السادس، ايه السادس. وصلنا عند الخامسة خلصناها. طيب اذا بتتذكروا نرجع للمثال اللي خدناه سابقا. هو هذا المثال، نتذكر لما حسبنا ارتفاعات النقاط A B C D E F وهلم المجرة، بدأنا العمل من ايش يا شباب؟ بنش مارك. من ايش بدينا العمل؟ البنش مارك. بنش مارك. البنش مارك. عند البنش مارك ارتفاعها معلوم، حسبنا ارتفاع ال HI وبعدين بدينا نحسب ارتفاع وهلم المجرة. إذا العمل كان لازم يبلش من ايش؟ من بنش مارك. بنش مارك. هل ضروري الحكي هذا ولا ممكن ينتهي العمل في بنش مارك؟ يعني لنفرض ان نعمل ليفلينج من امام الحرم الجديد لجامعه نجاح لعند ناصر سنتر، وكلكم بتعرفوا المنطقه اللي انا بشبه فيها عمالي، من امام الحرم الجديد لعند ناصر سنتر. بس البنش مارك كانت عند ناصر سنتر مش امام الجامعه. اكيد البعض فيكم بيفكر يعني شو المشكله، بنروح على البنش مارك عند ناصر سنتر بنبدا الليفلينج من هناك وبنرجع لامام الجامعه. مش غلط بس مش ضروري. حشوف نتعلم كيف انه ننهي العمل على البنش مارك بدل ما ان نبدا العمل من بنش مارك. واضح المسألة يا شباب؟ كيف؟ هلا بنشوف. بس واضح واضح الموضوع؟ تمام. واضحة واضحة دكتور. خلينا هذا الحكي نشوفه من خلال المثال اللي اشتغلناه هذا. استنى المرة السابقة. لما الآن خلينا نتخيل إنه البنش مارك ليست هذه. وإنما البنش مارك هي هذه. هذه هي البنش مارك. اللي هي آخر نقطة F. يعني اللي صار عندي حاليا هو انه هذه لم تعد بنش مارك، وانما البنش مارك هي النقطة هذه. إذن هذه بنش مارك ارتفاعها معلوم. تمام. الآن شوفوا شباب كيف العملية بتتم. عادي بلش من أمام الجامعة، خد باك سايد، خد باك سايد، خد انترميديت، خد انترميديت، 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 قد ما بتاخذ انترميديت، بعدين فور سايد، بعدين باك سايد، انترميديت، 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 وانه مجرى اخر فور سايت، اخر فور سايت
تاخذها على البنش مارك المعلومي. هاي هو اخر فور سايت مثلا 0.7 اخذنا على البنش مارك اللي ارتفاعها هي 683. الان احنا سجلنا عادي باك سايت انترميد ترميد فور سايت باك سايت انترميد فور سايت باك سايت فور سايت شغل عادي زي ما تعلمنا سابقا ما اختلف اي شيء سوى انه احنا لما بدنا نحسب لازم اول نقطة تكون ارتفاعها معلومة هيك تعلمنا انه هذه لازم تكون معلومة اللي هي اول نقطة وهي زي ما كنا لم تعد بنش مارك لم تعد النقطة رقمها واحد مثلا هي رقمها واحد لم تعد بنش مارك الان شباب في عندنا معادلة بتقول reduced level the last point ناقص reduced level the first point يساوي هلا بخطها تخطيط صح reduce the bill the last point صحيح يا دكتور ايوه ايوه موجود هنا لعلمكم ايوه ايوه اذا انا بشتغل صح هذا الحكي لازم يتحقق ناقص سايتس ناقص مجموع الفور سايتس لازم يساوي مجموع الرايز ناقص مجموع الفور اوكي كان في تقطيع في النت لا نطلع هنا احنا طلع لهذا الجزء مجموع الباك سايتس هيو اجمعهم بغض النظر بلشنا من بنش مارك ولا مش من بنش مارك ما في مشكله نجمع مجموع الباك سايتس هيو مجموع الفول سايتس هيو وارتفاع اخر نقطة هيو شو المجهول الوحيد في هاي المعادلة يا شباب؟ طلعوا لي عليه ارتفاع البنش مارك ديز ليفل لا اسمها اول ارتفاع الفيرست ديز ليفل للاست اللاست ما هي بنش مارك موجودة مجموع الباك سايتس موجود مجموع الفور سايتس موجود اذا هذا هو اللي مجهول عندنا reduce level first نحسبها حسبناها بنحطها بنعبيها الان صار ارتفاع اول نقطه معلومه عندي بنحسب زي ما تعلمنا سابقا ولا اختلف اي شيء واضح شباب واضح دكتور اه دكتور واضح لا ممكن البعض يقول طب ليش الغلبة؟ ليش ما رحنا على البنش مارك وبلشنا منها؟ ساعتها انا ممكن اجاوبك اقول لك لنفرض انه انت موجود على راس الجبل والبنش مارك موجوده في الواد تحت مين اسهل لك تنزل على الواد تطلع طلوع ولا تضلك نازل من راس الجبل للواد؟ نزول من راس الجبل للواد بالضبط اذا ما في داعي اروح على البنش مارك وارجع ارجوع يعني هو مش غلط بس برضه بتدور على راحتنا فانت بامكانك تبلش شغل عادي من النقطه اللي انت عليها وتسكر شغلك على البنش مارك بعدين بتحسب ارتفاع اول نقطه من المعادله هذه و
من ثم بتكمل شغل بنفس الأسلوب، بس إياك ترجع بالحسابات بالاتجاه هذا. هذا الاتجاه إذا بترجع بالحسابات رجوع، ساعتها يا شباب إذا بترجع بالحسابات رجوع، ساعتها الرايز راح يصير فول والفول راح يصير رايز وراح تتخربش. وعلى لا، فأنا بقول هذا الحكي ما بدنا إياه، هذا الحكي ما بدنا إياه. إحنا شغلنا أيوه بهذا الاتجاه، الحسابات دائما من فوق وانزل، هذا هو الاتجاه اللي إحنا بدنا إياه وبدنا نشتغل عليه. في حد عنده أي سؤال شباب؟ طيب خلينا نزيد من الشعر بيت. البنش مارك يا شباب لم تكن لا النقطة الأولى ولا لها، وإنما نقطة طريق. كيف يعني؟ يعني بدنا احنا نشتغل ليفلينج من امام الجامعة على ناصر سنتر، بس البنش مارك على الطريق عند سجن جنيد. يمكن البعض بفكر بقول طيب نروح على البنش مارك مشغل فرقتين، فرقة من هناك لناصر سنتر وفرقة من هناك لامام الجامعة، وبعدين بنجمع جدولين على بعض. مش غلط، بس هذا زي اللي واقف امام الجامعة بده ينزل على الدوار، في عنده وسيلتين للنزول. طبعا هو مستعجل، في عنده وسيلتين للنزول، في عنده وسيله ينزل بالسياره والسياره موجوده، وفي وسيله انه يروح مشي، فبيختار انه يروح مشي. مش منطق الحكي هذا. فهل من طريقه اللي جدول واحد ونمشي بصوره نظاميه؟ الجواب نعم. طيب يعني خلينا نفترض انه البنش مارك الموجوده عندنا هي النقطة دي، ليست لا النقطة الأولى ولا النقطة الأخيرة، يعني هذه لم تعد بنش مارك، هذه مش بنش مارك، هذه مش بنش مارك، وإنما البنش مارك هي النقطة دي. يعني هذه بنش مارك إذن هذه بنش مارك. أوكي شباب عادي، بلش الشغل من إذن هذه مش بنش مارك، انتبه لهذه النقطة دي هي البنش مارك. بلش شغل عادي من أمام الجامعة من بداية المشروع. باك سايد، ترميديت، ترميديت، فور سايد، باك سايد. الآن البنش مارك هذا اللي على الطريق إذا كان مكانها مناسب ممكن تعتبرها تيرنينج بوينت، تأخذ عليها فور سايد من جهة وترجع تأخذ عليها باك سايد من جهة ثانية، أو تأخذ عليها انترميديت سايد ظلك ماشي زي ما أنا عامل هنا مثلا. طيب بنش مارك ارتفاع معلوم، أخذنا عليها انترميديت سايد ظلينا ماشي فور سايد باك سايد فور سايد. الآن شوف يا شباب الحسابات بتتم لتحت، بدنا نشتغل من هان لتحت. شوف شو بتسوي. إذا بدك تشتغل طريقة الأتشاي بنقول إنه الأتشاي هنا بيساوي ارتفاع البنش مارك زائد القراءة اللي أخذناها اللي هي متر عشرة. هنا طلع عندنا الأتشاي اطلع اطرح متر ونص بيطلع عندك ارتفاع النقطة اي، ارتفاع النقطة اي زائد القراءة هاي الباك سايد بيطلع عندك الأتشاي الجديدة هذه. اطرح الكرة على F اللي هي 0.7 بيطلع لنا ارتفاع النقطة F.
أي طريقة. طريقة ثانية بتشتغل طريقة الرايز أند فول. يعني إحنا مشينا بالحسابات بهذا الاتجاه. وهي الخطوة رقم واحد. هاي الخطوة رقم واحد. إن هاي الخطوة رقم واحد. تبدأ تشتغل من عند البنش مارك لآخر الجدول. بتقدر تكون فرق الارتفاع بين D و E 1.1 ناقص 1.5. 1.1 ناقص 1.5 طلع عندي 40 سنتي بالسالب. إذا ارتفاع النقطة E بيساوي 691 ناقص 0.4 ويساوي 601.5. هاي حسبنا ارتفاع النقطة E. الآن فرق الارتفاع بين E و F اللي هي 3 ناقص 0.7. هاي 3 ناقص 0.7 عندي 2.3 زائد 601.5 فبيطلع عندنا 683. صار عندي ارتفاع اخر نقطة معلوم. الآن بنطبق هاي المعادلة عشان نطلع ارتفاع اول نقطة. بنجمع الباك سايدز، بنجمع الفور سايدز، ارتفاع اخر نقطة صار معلوم. اوكي؟ فلا من هاي المعادلة بنقدر نجد ارتفاع أول نقطة اللي هي هذه. إذا هذه الخطوة رقم اثنين. خطوة رقم اثنين من ارتفاع آخر نقطة بنجيب ارتفاع أول نقطة. إذا هذه الخطوة رقم اثنين. إذن هاي الخطوة رقم رقم واحد حسبنا من البنش مارك لآخر الجدول. صار عندي آخر نقطة ارتفاع معلوم، بنجيب ارتفاع أول نقطة. الآن أول نقطة معلومة بنمشي بالحسابات لا عند البنش مارك عند النقطة دي، نمشي بالحسابات عادي. إذن الخطوة رقم ثلاثة هيها، نمشي من هان لهان، وهذه هي الخطوة رقم ثلاثة. يعني إذا بدك تيجي على الجدول، الجدول هاي النقطة، هاي الخطوة رقم واحد كانت هاي رقم واحد، وهاي صار عندي آخر نقطة ارتفاعها معلوم، فهي الخطوة رقم اثنين. أوكي، وبعدين هاي الخطوة رقم ثلاثة. إذن هذه واحد، وهي اثنين، وهي ثلاثة. اكتمل الجدول. لأنه هسا من هاي النقطة بحسب هاي، من من هاي النقطة بحسب هاي، من هاي النقطة بحسب هاي. بعدين لا ادري ايش بضل يحذف هاي، وبعدين من هان بحسب هذي. مش راضي تحسب، مش راضي تنحذف لي كل مره بنحذف الرقم.
خلينا نعيد كتابة الرقم مرة ثانية. ثلاث دكتور، ثلاث مش اثنين. ثلاث ثلاث عفوا. ما مش أنا جدا مبسوط إنه في ناس مفتحة معي. أوكي. هاي ثلاثين. هاي ثلاثين. وهذه خطوات العمل. في حد عنده أي سؤال شباب على الملاحظة هذه؟ يعني ليس من الضروري أن يبدأ العمل بنش مارك، قد ينتهي في بنش مارك أو على الطريق في بنش مارك. دكتور بصير انه عندنا هون دي بنش مارك، هسه بصير نقول انه هاي البنش مارك لاست ماينس الفيرست اللي هي الواحد لا تساوي. لا هي مش اللاست، لا مش اللاست، اللاست اللي هي اخر نقطه بنسكر عليها هنا. يعني ما بزبطش. لا اللاست اخر نقطه، هذه بتبدا من بنش مارك حسابات لاخر النقطه، بعد ما تعرف اخر نقطه بتطبق هاي المعادله، وهي هاي بتكون اللاست مش البنش. تمام. واضح؟ واضح دكتور. اوكي خيرو. طب دكتور سؤال، تفضل دكتور. بنفع مثلا لو انا بعرف انه البنش مارك هي دي وبعرف ارتفاعها، طبعا ابدا من الدي للاف، هذه اخذها كجزء، وابدا بعدين من الدي وارجع ارجع لعند الاي واخذ هذه كجزء. يعني هذا الحكي اللي بديت الكلام فيه، وقلت هذا الـ هذا الـ هذا هو اللي بيشتغل فيه اللي عايش في العصر الحجري. ما انا حكيت الحكي هذا، مش قلت لكم انه اذا كانت النقطه عندنا سجن جنيد، ممكن البعض بفكر روح نبلش من سجن جنيد الاول لبدايه لعند الجامعه، وهي جدول ومن سجن جنيد لان ناصر سنتر هاي جدول. بس هذا الحكي ما فيه لزوم. مش حكيت الحكي هذا شباب قبل شويه؟ صح، لما حكيت دكتور نفس اللي باخذ بروح مشي بدل ما يروح سياره. ما في داعي، ما في داعي بالضبط. هاي اعطيتكم مثال السياره واللي بيروح مشي 100%، ما في داعي، خلاص اشتغل شغل عادي. مع بنش مارك سجلنا بنش مارك، ابدا حسابات من عندها لاخر الجدول، من اخر الجدول احسب ارتفاع اول نقطه، من اول نقطه لعند البنش مارك. بس المهم اتجاه سيرك دائما لاعلى الجدول للاسفل، مش ارجوه، ارجوه لانه راح يصير في عندك اخطاء. مفهوم يا شباب؟ مفهوم دكتور. مفهوم دكتور. اوكي نروح للملاحظه اللي بعدها. النقطة اللي بعدها بدي أنا أفسرها على هاي الرسمة. ولو انه فيش عندي فراغات كثيره، بس يلا مش مشكله. لنفرض يا شباب ان احنا كنا في داخل غرفه اي الغرفه تبعتنا. طبعا تذكروا لما احنا كنا نصب الجهاز، هاي الجهاز المصدر على A وهي المصدر على B، هاي الريدنج عند A وهي الريدنج عند B. لو سألناكم صفر المسطرة، هان صفر المسطرة وين هو موجود؟ هل هو موجود فوق ولا موجود على النقطة A؟ الصفر تبع المسطرة وين موجود؟ على النقطة A. على النقطة A. ومين على خط النظر ولا الصفر؟ خط النظر. خط النظر. خط النظر. اوكي. إذا هان عندنا صفر المسطرة. وبرضه في هاي الحالة هاي صفر المستوى ناحل، وخط النظر أعلى، وهاي الـ RA وهاي الـ RB، وكلنا دلتا H AB هيها بتساوي RA ناقص RB اللي هي نفسها يساوي ارتفاع النقطة B HB ناقص HA. هاي الـ HB وهاي الـ HA.
هذه المعادلة شباب، في مجال لحد يشك فيها؟ هاي المعادلة، هاي المعادلة في مجال حد يشك فيها في صحتها؟ لا لا. ايوه سكتش اللي بيحكي، لا انا ولا انت ولا لا. صحيح. الان انت موجود في داخل غرفي، الان انت موجود في داخل غرفي وما فيش معك لا سلم ولا طاولة ولا موجود معك أي شيء. ليش أنا قاعد؟ إحنا شو المطلوب أصلاً؟ مطلوب إذا أوجد فرق الارتفاع بين السقف والأرضية. لأنه موجود معك سلم تطلع وشريط، تطلع السلم تحط صفر الشريط من فوق بتدليه لتحت وبتقيس. بتقول هاي ارتفاع الطابق بيساوي كده. لو كان عندك طاولة، اوكي، لو كان عندك طاولة ممكن تقول لي والله بنوقف على ظهر الطاولة واحد طويل بحط صفر الشريط وبندلي وبنقيس. ما فيش معك شيء نهائيا ولا شيء، سوى معك جهاز ليفل ومسطرة والأرجل طبعا. إن هذا هو الموجود عندنا. إذا مرة تاني هاي الغرفة تبعتنا، أوكي، وبدنا نجد ارتفاع، فرق الارتفاع بين السقف والأرضية. فشوف شو عملنا، رحنا نصبنا الجهاز هاي الجهاز، نصبنا الجهاز اوكي هاي الجهاز، وانا بدي فرق ارتفاع بين النقطتين هذول. هاي نقطة هان وهي نقطة في السقف، انا اللي بدي يعني. الان وضعنا المسطرة، نعطيها لون ثاني، وضعنا المسطرة على نقطة A. وأخذنا قراءة. ولنفرض قرينا 1.3 meters. هاي قرينا 1.3 متر على المسطرة على النقطة A. هاي هي النقطة A وهذه هي النقطة B. شوفوا شو سوينا الآن، رحنا قلبنا المسطرة. احنا هنا صفر المسطرة وين كان؟ طلع لي وين صفر المسطرة؟ هاي صفر المسطرة، هاي صفر المسطرة. الآن قلبنا المسطرة، لاحظ لما قلبتها صار كل شيء مقلوب بالمشكلب زي ما بيقولوها بالعامية. طلع وين صفر المسطرة صار؟ صفر المسطرة صار فوق خط النظر. في كل الحالات السابقة صفر المسطرة تحت خط النظر. طيب شو قرأنا؟ الأرقام طبعا هي مقلوبة بس يعني بنقدر نقرأ. قرينا 1 نحط اللون الأحمر،
خلينا 1 point شو اللي قرينا هذا� متر سبعين. طبعا انا حاولت ارسمها رسم بالمكلوب متر سبعين. اذا ار اي متر ثلاثين وار بي جمعهن يعني عشان نوجد ارتفاع. يعني دلتا اتش بيساوي نجمع الجسم عند اي وكرات عند اي وكرات عند بي. بس ما هي المعادله واضحه قبل شوي اتفقنا انه ما فيش فيها غلط وهذه واضحه. دلتا اتش اي بيساوي ار اي ناقص ار بي وليس ار اي زائد ار بي. ما هي دكتور هاي مقلوبه غير الصفر صفر المسطره تغير. شوف يا شباب لما تكون المسطره مقلوبه وصفرها فوق خط النظر تسجل القراءه هذه بالسالب وخلص انتهى الموضوع تبقى هاي المعادله صحيحه. ساعتها بنقول دلتا اتش اي بي بيساوي متر 30 ناقص ناقص متر 70 ويساوي 30 متر. فاذا كانت المسطره مقلوبه وصفرها فوق خط النظر تسجل القيمه بالسالب وتبقى كل المفاهيم اللي درسناها هي هي ما بتغير اي شيء. مفهوم الكلام يا شباب؟ مفهوم يا دكتور. خلينا ناخذ مثال رقمي على الحكي هذا. خلينا ناخذ مثال رقمي على الحكي هذا. دققوا معي عشان تقدروا تتخيلوا شكل الارض هذه. عندي ارض يا شباب جاي طوليه زي شريط. هذا البلان عشان تقدروا تفهم هذا بلان وهذا سكشن وين هو السكشن اي اي هيو هاي سكشن اي. هاي الارض شو فيها؟ فيها سور يفصل شرقها عن غربها هاي السور هاي في البلان هاي في السكشن كان عندك سور بتطلع عليه من فوق لتحت هيو جاي هيك بنطلع عليه في السكشن هيك برضه نفس الشيء في نفس السكشن اوكي وفي عندي انا جسر بمر من فوق ال خليني انا ارسم انا بحب الرسم الهندسي الدقيق ارسم الرسم الاتي
شو لما ترسمه في الرسم الهندسي لما يكون عندك البلان تحت الفرونت فيو مش بتنزل خطوط زي هيك ايش هيك بتعمله؟ اسقاطات اوكي بالضبط واحنا بدنا نشتغل صح احنا التنين اوكي وهاي الاسقاطات هلا يمكن نشيلها خلاص رسمنا صح اوكي وهاي الجزء تبعي اوكي اذا هذا هو الجدار بصير شرق الارض عن غربها اللي هو هي وين وهنا ونفسه وهي الارض عندي جاي هيك بمر شارع من فوقها زي الجسر موجود هذا الحكي ولا مش موجود بتشوفوه ولا بتشوفوش لما الشوارع فوق بعضها البعض طيب شو المطلوب؟ في عندي انا بنش مارك في الارض هي وين؟ هي بنش مارك طبعا اللي عرفني انها بنش مارك هي ارتفاعها معلوم على سطح البار هي 500 متر هي 500 متر باب مين سيدي فهي نقطة ايه؟ بنش مارك هذه ايه؟ وعندي النقطة سي اللي هي في أسفل البرج في أسفل البريدج هاي النقطة سي وعندي نقطة دي موجودة هنا هاي النقطة دي هاي النقطة دي بدي ابدا من البنش مارك بدي ارتفاع النقطة اللي اسفل البريدج الجسر وبدي ارتفاع النقطة دي فنصبنا الجهاز هنا طلع وين نصبنا الجهاز هنا اخذنا باك سايت على البنش مارك اللي هي ايه هي الباك سايت هي سجلناها 0.6 باك سايت لان جينا تنكر على البريدج او على النقطة دي اصطدمنا في الجدار فبطريقة ذكية شو عملنا؟ بطريقة ذكية رحنا اخترنا أعلى الجدار يكون عندنا turning point ورحنا حطينا المسطرة بالمقلوب بحيث أنه صفر المسطرة مسح مع رأس الجدار واخذنا قراءة على المسطرة 0.53 بدها تكون سالبي طبعا foresight فهي 0.53 هي وين لأن نقلنا الجهاز للجهة الثانية من هان لهان الجهاز طالما انه هاي النقطة بي اعتبرناها turning point فنرجع ناخذ عليها باك سايد قلبنا المسطرة من الجهة الثانية خلينا صفر المسطرة مسح مع الجدار من فوق واخذنا سالب 1.27 إذا سالب 0.53 فور سايد وسالب 1.27 باك سايد هي من هاي الجهة وعلى النقطة سي أخذنا انترميديت سايد سالب 3.52 مسطرة بالمقلوب وصفرها هي فوق وعلى النقطة دي كرة عدل متر 38 هي متر 38 تخيلتوا الوضع ولا ما تخيلتوه؟ اه تمام خلص الحسابات عادي زي قبل هاي مثلا بدك تحسب طريقه الرايز اند فول بتقول 0.6 ناقص الناقص 0.53 ايوه 0.6
ناقص الناقص 0.53 بيطلع 1.13، وهي النقطة ارتفاعها 500.00 فبتكون 500.00 زائد 1.13 هي 501.13. الحسابات زي ما تعلمنا سابقا لا يختلف أي شيء قطعيا. مين عنده سؤال شباب؟ ما هذه كانت الملاحظة رقم 7، إنه لما تكون مسطرة مقلوبة وصفرة فوق خط النظر سجل قراءة بالسالب وكل شيء يبقى على حاله. طب دكتور، وين مانع إنه ناخذ المسطرة زي ما هي، يعني حطيناها عند بي مثل ما هي بدون ما نقلبها، ليش قلبناها؟ كيف يعني حطيتها عند بي؟ مش فاهم أنا. انت اذا فهمت الغرفه كيف تعاملنا معها قبل شوي، بتسالش السؤال هذا. فهمت كيف الغرفه تعمل. طب ما هي شو افرقك انه هون ليش قلبناها يعني هون؟ طب شو البديل؟ وين احط المسطره؟ وين احط المسطره؟ زي ما هي عند بي، بس زي ما هي بدون ما نقلبها، يعني بنسجل قراءه عند بي. كيف يعني عند بي؟ يعني اطلع ظهر الجدار واحط الصفر هنا؟ طب ما هو خط النظر منها وتحت مش شايفها. خط النظر تحت النقطة بي. صح؟ صح صح. في البعض قال لي طب ليش ما ناخذ تيرنينج بوينت هان على اسفل الجدار من تحت؟ بقول له لانه نقطة الجدار على اليمين ارتفاعها مش ضروري انه زي نقطة الجدار على اليسار، هي طلع اليوم هذا. بس النقطة اللي ارتفاعها نفس الشيء من الجهتين هو على الجدار. استوعبتها؟ دكتور تمام. في اي سؤال؟ اوكي. الموضوع اللي بعده، شوف شو الاخطاء اللي بتصير معنا في الليفلينج. اخطاء يا شباب هي نفس الانواع، سيستماتيك وبلندرز وراندوم. اليوم راح نبلش في السيستماتيك ايرورز، وهناك تو سيستماتيك ايرورز ذات اوكير ان ليفلينج، واثنين حكينا عنهم بس ضل نفصل. تتذكر لما اخذنا الليفل سيرفيس والليفل لاين، كنا انه الاصل لما انت توقف على نقطه تعمل ليفل لاين موازي لسطح البحر، لانه سطح البحر مش افقي وانما كير. الان انت بتنصب الجهاز هنا وهي المسطره، ما حدا يكون ليش جاعي حالها، الأرض كروية، أنت ما بتنصب المسطرة، امتداد المسطرة بده يمر في مركز الأرض، أنا عامل مبالغة في الرسم هنا شوي، ديروا بالكم. وهنا هاي الفيرتيكال أكسس للجهاز، بده يمر في مركز الأرض. وين حاصلة؟ هاي المسطرة 5 متر، والآر تقريباً 6372 كيلومتر. يعني أنا راسم لك طول المسطرة والراديوس تقريبا قد بعض، بينما هذا 5 متر وهذا 3372 كيلو، مفيش مقارنة. الآن أنت لما بتنصب الجهاز عن طريق الفقاعة بتعمل هوريزونتال لاين، خط أفقي. الأصل طبعا لما بتعمل خط أفقي فأنت على المسطرة قاعد بتقرأ وين؟ خلينا نتخنها شوية المسطرة. فأنت قاعد بتقرأ عند بي. الأصل إنك أنت تكون عملت ليفل لاين وقريت عند دي. فأنا عندي خطأ في القراءة مقداره بي دي، طبعا زي ما قلنا مبالغ فيه في الرسم. مزبوط يا شباب ولا لا؟ مزبوط يا دكتور. هذا الخطأ نتيجة الإيرث كيربتشر. بس في ظاهرة كويسة بتشتغل لمصلحتنا، انه هذا خط نظر الافق اللي انت عملته ما بيضله، يعني هذا الخط الافق اللي انت عملته هذا ما بيضله افقي،
وإنما ينحني إلى الأسفل قليلاً بفعل ظاهرة الانكسار. فأنت بدل ما تقرأ عند بي قاعد تقرأ عند سي، هذا الحكي كويس لنا ولا مش كويس؟ كويس، لأنه بكل الخطأ. لأنه كل الخطأ، بدل ما كان الخطأ بي دي صار الخطأ سي دي. تعبتوها؟ تمام. فإحنا هذا خطأ بنقول inclination of the line of atmospheric refraction. فإحنا اللي بهمنا الخطأ المتبقي اللي هو هذا الخطأ اللي هو من سي لدي، هذا الخطأ اللي بعدنا، هذا الخطأ الموجود في الكرة. يعني كديش قيمة الخطأ هذا؟ اشتقاقه في الكتاب موجود، أقولكم هنفتح بيّن شابتر عندكم الكتاب؟ آه دكتور. بيّن. أوكي. هاي الرسمة نفسها. الآن هذا الخطأ المتبقي اللي هو CD اللي هو من هان لهان، هذا إن كانت تشتكوا أنا أعطيت فيثاغورس، أنا بهمني بدنا ناكل عنب فبعطيكم المعادلة مباشرة. الخطأ CD يا شباب بيطلع عنا بيساوي، حتى بدي أعملكم شوية تعديل عليها كمان. هاي وتساوي 0.07 L تربيع. يعني هي هي 0.0673 التربيع، ما بدنا نقربها، السبعة بصير عند الستة بصير 0.07. هذا هو قيمة الخطأ، واشتقاق موجود في الكتاب وبإمكانكم تطلعوا عليه. بيهمنا نعرف كيف نطبق عليه. اللي يا شباب بالكيلو وحدتها بالكيلو، بينما السي دي اللي بتطلع وحدتها بالمتر، والفرق بين الكيلومتر والمتر هي داخل الكونستانت، هذا جايب داخل الكونستانت. الآن لو كانت المسافة، لو كانت المسافة بين الجهاز والمسطرة 1 كيلومتر، عوض هنا بوينت، هلا قبل شوي كتبنا 0.07، هاي نكتبها مرة ثانية. Point 0.07 L تربيع معذرة التربيع. لأن لو عوضت ال 1 1 تربيع 1 0.07 يعني بيطلع عندي 7 سم. هاي 7 سم. لو كانت المسطرة بعيدة عن الجهاز كيلو بيطلع عندي الخطأ هالقد 7 سم. طب لو كانت المسطرة بعيدة عن الجهاز 100 متر 100 متر يعني 10 كيلو عوض هنا 0.1 تربيع وبعدين حولها لسنتي بيطلع عندي أو لملي بيطلع عندي الخطأ هذا بيساوي 1 ملليمتر. حقيقة هو 0.7 ملي مش ملليمتر، بس لو بدنا نقربه لأقرب ملليمتر هو 1 ملليمتر. طب أنت دقتك على المسطرة بتجيب 1 ملليمتر؟ لا، ما هي بس ديسيمتر وسنتيمتر. أوكي، إذا كانت المسطرة بعيدة عن الجهاز 100 متر فبيكون هذا الخطأ 1 ملليمتر وهو أقل من الدقة اللي بنقرأ فيها، فبإمكاننا نتجاهله. عشان هيك سابقا أعطيتكم قلت لكم إذا كانت المسافة بين الجهاز والمسطرة ضمن 100 متر فهذا الخطأ الناتج عن كروية الأرض يمكن إيش؟ يمكن إهماله وتجاهله. واضح شباب؟
واضح. واضح. هذا أول خطأ في السيستماتيك. طبعا هو سيستماتيك نظامي لأنه له معادلة ممكن نحسبه، هاي معادلته موجودة فممكن نحسبه، فهو سيستماتيك. السيستماتيك إيرور الثاني يا شباب، هو ميلان خط النظر بسبب فقدان الجهاز المعايرة. أعطيتكم إشارة عنه المرة السابقة أنه نصب الجهاز نحط الفقاعة في الوسط، نتوقع أنه يكون أفقي، ولكن للأسف الشديد قد يكون ما إلا أفقي لفوق أو لتحت. قلنا لكم هذا الخطأ حتى نسيطر عليه بنخلي مسافة الباك سايد أو مسافة الفور سايد، صح؟ ولكن بلغن بعض. ولكن لو ما كانت إيش تساوي شو نسوي؟ الحصة الجاية نتعلم شو نسوي إن شاء الله. ماشي إن شاء الله دكتور. إن شاء الله. أي سؤال؟ حد عنده أي سؤال شباب؟ بس دكتور هي القلة اللي حكيت عنها بالكيلومتر دائما صح؟ صحيح دائما بالكيلومتر، فلو أعطيتك إياها 500 متر بتعوض 0.5. تمام. واضح؟ واضح. يلا يعطيكم العافية. الله يعافيك دكتور.